بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية. من أيام لما كنت بتكلم عن طبيعة الدولة المصرية والمقومات اللي ما تلاقيهاش في أي دولة تانية في العالم، وهنا كنت بتكلم على السياحة وبتكلم على يعني سياحة ثقافية وسياحة شاطئية ويعني وسياحة علاجية، كمان السياحة الدينية. والحقيقة احنا كنا متأخرين قوي في الجزئية دي، بس انتبهت الدولة لمزارات وأماكن ومحطات مهمة في رحلة العائلة المقدسة. انت مش بس بتتكلم على أقباط مصر أو أقباط العالم، لكن هي سياحة مكتملة الأركان. مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة شغال عليه الدولة من سنين الحقيقة، وإحنا يعني على طول بنتابع هذا التطوير وبنفهم وصلنا لحد فين، إيه المردود من هذا المشروع، وده اللي هنتكلم فيه النهاردة بمناسبة طبعا أعياد الميلاد المجيد، ودي برضو بتكون فرصة لإحياء هذا المسار ويكون في إقبال عليه. نطمن من ده على ده أو نعرف تفاصيل المسار من باشمهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار. مساء الخير باشمهندس عادل، كل سنة وحضرتك طيب الأول طبعا. مساء الخير، كل سنة واحنا كلنا طيبين وحضرتك طيبة. آمين يا رب. باشمهندس عادل، ما شاء الله بقالنا سنين طويلة بنبص على مسار العائلة المقدسة. لو في الأول كده حاجة خبرية بقى، احنا وصلنا لحد فين؟ ايه اللي باقي في المشروع؟ شوف، هو اقدر النهارده بعد المتابعات الطويله من القناه الجميله الحياه اقدر اقول النهارده ان احنا نقدر نقول خلصنا كل المواقع. يعني حتى كنا متاخرين شويه في اسيوط، لكن نقدر نقول الدرونكا خلصت، احد المواقع المهمه. المحرق يعتبر خلصان، لكن هنستنى شويه صغير على طريق صغير اللي هو المين اكسس بتاع المنطقه، علشان متداخل مع مشروع كبير اللي هو حياه كريمه هيفيد المواطنين. فحتى التاخير في دي حياه للافضل، يعني تاخير للافضل هيخدم علينا للافضل بالظبط. هيخدم علينا جدا. وباقي المواقع خلصت، كل المواقع دلوقتي خلاص تعتبر نقدر نقول ان هي انتهت واصبحت بتستقبل زيارات حاليا. يعني الزيارات بعدد كويس 90% كده ولا اكتر؟ اكتر بكتير. كنا يمكن السنه اللي فاتت بنقول فوق 90%، السنه دي نقدر نقول فوق 97 مثلا. خلاص يعني احنا تقريبا نقدر نقول ان المسار يعني على السنه دي كده اخر السنه دي هنكون 100% ان شاء الله. بالظبط كده بالظبط. وهو بدات النقاط تستقبل اعداد من الزائرين والحجيج المسيحي. من امتى؟ لا بدات بقى لها كذا سنه، يمكن 3 سنين يمكن، لكن الزخم زاد قوي في السنه اللي فاتت. ويمكن احنا متوقعين كمان الموضوع يزيد قوي باذن الله ان شاء الله. يعني مش عايز اقول رب ضاره نافعه، ربنا يعني طبعا مع اهالينا في فلسطين وفي الاردن. وبالتالي ان احنا بنقول ان المسار بيمر ليه عنصر ندره، بيمر في 3 مواقع، بيت لحم والاردن ومصر. وبالتالي دلوقتي النقاط المفتوحه والمؤهله كحج مكمل هي نقاط مصر، مسار العائله المقدسه. فاعتقد ان ده هيجتذب شريحه كبيره من اللي ما راحش بيت لحم واللي مش هيروح الاردن. من اي دول باشمهندس او اي جنسيات؟ هي دايما احنا بنقول السوق المستهدف هو اللاتين امريكان، اللي هو دول امريكا اللاتينيه بالاساس. البرازيل تحديدا على فكره اعدادها ملحوظه جدا في زياره مواقع العائله المقدسه. وطبعا شرق اوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي القديم اللي احنا بنقول عليها دي سوق مستهدف. دول كتير جدا بقى من افريقيا، لان الدول الافريقيه كمان مهتمه جدا بزياره هذا المسار. وطبعا احنا بنقول ان المحرق تحديدا هو حج بديل للاخوه الاثيوبيين اللي بيجوا، اللي ما يعرفش يزور بيت لحم بيحج في دير المحرق. ودي واحده من الطقوس الرسميه لديهم. طبعا اللي بنسميها الاسواق البعيده او اللونج هال ديستنيشن، اللي هي جنوب شرق اسيا. جنوب شرق اسيا اندونيسيا وكوريا واليابان والصين. ودول يمكن كوريا تحديدا بقى لها 3 سنوات كل سنه بتجيب وفود مخصوصه لزياره مواقع العائله المقدسه. ويمكن السنه اللي فاتت كانت مفاجاه لينا وطمانه ان استراتيجيتنا كانت سليمه، ان هم دعوا 30 ميديا كوريه انها تعمل تغطيه وتسويق للعائله المقدسه بالنيابه عننا في كوريا. انا لسه كنت اسال، هم بالنيابه عننا، طب احنا بنعمل ايه؟ احنا تسويق ودعايه بقى. ما هو نتيجه الزخم هو طبعا اللي احنا كتر خيرهم كل ما يعملوا تمام طبعاً. بس واجبنا برضه احنا مش هو لو احنا مش شغالين بزخم تنموي وترويج للمشروع ما كانوش هم عرفوا، عشان كده جم هم كمان عشان يسوقوا للكوريين يزوروا المسار. هم طبعا جولنا قبل كده في السنتين، ونتيجه السنتين دول هم عرفوا ان المشروع دلوقتي اصبح تام وزاروه. في السنة الثالثة قرروا ان هم كمان يساعدوا للتسويق في السوق الداخلي لكوريا تحديدا. تمام. دي اللونج هول ديستنيشن. السائح الكوري دلوقتي سائح مهم جدا وانفاقه عالي قوي وطويل مدة الإقامة. هي مدة الرحلة او لما بيجوا بيقعدوا قد ايه عندنا؟ طبعا لو قلنا هيزور المسار كله هياخد 21 يوم. 21 يوم للي قاصد يحج حج مكمل هيقعد 21 يوم. لكن احنا ما بنعتمدش قوي على ان هناك إتاحة من الوقت لدى الزائرين اللي هي 21 يوم. قسمناها الاوبشنز،
مقاطع اللي عنده ليله او ليلتين يقدر يحج على بعض النقاط في القاهره مثلا ويقدر يروح وادي النطرون اللي هي اوفر نايت، اللي عنده اكتر لغايه اسبوع بيقدر يوصل لمناطق الدلتا اللي اصبحت دلوقتي كلها جاهزه واكسسد بطريقه يعني مدهشه. كل الطرق القوميه اصبحت تودي لهذه المناطق وسهله وامنه. اللي عنده اكتر من كده بيكمل شويه ناحيه الجنوب عند المنيا، واللي اكتر من اسبوعين يقدر يوصل لغايه درونكا والمحرق في اسيوط. اللي عاوز 21 يوم او اكتر برحله تشويقيه وروحانيه في نفس الوقت بياخد النايل كروز ويبتدي ينطلق منها من مواقع القاهره يعدي على درب الرهبنه في بني سويف، اقدم درب رهبنه في العالم، مش موقع عالم مقدسه لكن مهم جدا، يعمل ستوب عند هذا الموقع ويكمل على المنيا وثم على اسيوط، لان المسار بيعدي بالظبط على نهر النيل. وبالتالي هو ده الميرجنج اللي بنعمله، ازاي نعظم القيمه بتاعه المنتج السياحي، ان احنا نعمل ميرجنج او دمج لمنتج سياحي اخر لكن يكون متوافق مع العائله المقدسه. لازم يكون متوافق، لان انا حضرتك بتتكلم انا جه في بالي ايه، طب ما يعني برضو ناخدهم كده وننسق ونوسع الموضوع عشان يقعدوا اكتر مناطق اثريه الاقصر واسوان. يعني هو في نوعيات من السياحه احنا اوريدي حطيناها في الاستراتيجيه وبيتم دلوقتي ترتيب الاجنده بتاعه الزياره. ايه هي النوعيات المتوافقه مع هذه الشريحه؟ تمام. الاول بما اننا هنغير شويه الترم، هي مش سياحه دينيه، احنا بنسميها سبريتشوال، سياحة روحانية. روحانية يعني لازم حاجة سبريتشوال كمان تندمج معها، يعني السياحة الثقافية بتندمج بتتوافق مع هذه الشريحة. تمام. السياحة الأثرية بتندمج معها. كمان بقى المهم إن احنا شغالين فيه بالتوازي السياحة الاستشفائية. معظم الشريحة اللي احنا بنقول عليها اللي هي الإلدرز والديسيبلز اللي هم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. الناس دي بتيجي تتبرك بزيارة مواقع العالم المقدسة، واحنا بنشتغل بالتوازي معاها في المواقع الاستشفائيه القريبه من هذه المواقع. زي ايه؟ طبعا كل دي من نعم ربنا يعني، لكن احنا بنستغلها. ما شاء الله عندنا كل حاجه والله. عندنا وادي النطرون. وادي النطرون، بحيره نبع الحمراء. دي نفسها احد مواقع مرور العائله المقدسه، ودي بحيره مالحه الثانيه بعد البحر الميت في الاردن من الملوحه، لها خصائص علاجيه واستشفائيه قويه جدا. ودي بحيره حواليها مساحة شاسعة من الإتاحة للأراضي، بنعمل فيها مخطط استثماري لما يسمى المنتجعات الاستشفائية، يقيم فيها الحجيج المسيحي ويمارسوا فيها أنشطة السياحة الصحية أو الاستشفائية برضو. دي واحدة من الحاجات. مثلا الفرمة في شرق بورسعيد. طبعا دي جنبها بحيرة البردوي. السياحة بقى اللي هي سياحة الطيور والسياحة البيئية، السياحة دي كلها يعني بنعتبرها فيري سبريتشوال، فيها سياحة استرخاء وهيلينج ممكن حد يعملها. عملنا ثلاث مراكز، صممنا ثلاث مراكز سياحية، لكن سياحة مشاهدة الطيور، السياحة البيئية اللي هي جنب موقع الفرمة 15 كيلو فقط يعني 10 دقايق بالعربية، وكمان على شاطئ العريش، سوري شاطئ شمال سيناء قصاد الفرمة، أصبح هناك منتجع سياحي للاسترخاء والاستمتاع بالسياحة الشاطئية لكن لهذه الشريحة فقط مش لشريحة الشباب. وبالتالي احنا عاملين حسابنا في منتجات مندمجه وبدانا فعلا التخطيط، وخلاص احنا بنطرح في بعض المواقع حتى في محافظه بني سويف بدانا نطرح منتجع او كومباوند كبير قوي للسياحه الاستشفائيه جنب درب الرهبنه. طب ما انت حضرتك كنت بتتكلم كده يا باشمهندس، يبقى ما هياش شغل حكومه بس، ده انا افتح باب بقى قطاع خاص واستثمارات وناس تعمل في المواقع او في النقط دي، سواء بقى مشافي سواء حاجات يعني سياحيه برضو او ثقافيه. خطتنا ايه او عملنا ايه في ده؟ هو كويس قوي السؤال ده، لان احنا بنقول ان كل السنين اللي فاتت مع الانفاق الحكومي اللي حصل ده، هي المفاجاه ان ده فقط 25% من راس المال المستهدف. لا تاني مش فاهمه. يعني الانفاق وتطوير المواقع وتجهيزها للزيارات وتوفير الخدمات والسيرفيسز دي كلها، احنا بنحسبها على انها 25% فقط من التكلفه الاستثماريه لهذا المشروع الكبير. ليه؟ لان الدوله لازم تخش الاول عشان تعمل اكسس، تمهد بنية تحتية الأول، تعمل تمهد الطريق لدخول المستثمر الخاص. من غير ما نعمل كل المجهود ده وننفق ال 25% دول، مش هيخش خالص المستثمر، لأن ما كانش فيه طرق، في مناطق ما كانش فيها طرق تعرف توصل ليها، ما كانش فيه مرافق موجودة، ما كانش فيه خدمات عشان تأهل الفرصة للزائر إن هو يروح. فإحنا بندي إيفيدنس للمستثمر إن هذه المناطق جاهزة للاستثمار، مهدت لك الطريق ووفرت الخدمات اللازمه، وكمان ايفيدنس ان بقى في زيارات موجوده. مستثمرك محلي ولا ممكن يبقى اجنبي كمان؟ كل انواع الاستثمار مفتوحه،
وطبعا قوانين الدوله الاستثماريه بتسمح بده. طب عرضنا اشتغلنا، حد جه حد عامل فعلا حاجه دلوقتي؟ احنا دلوقتي في مرحله اللي هو الجيسنج، ان احنا بنشوف دلوقتي الشرائح او الطلب الاستثماري على هذه المناطق. خلصنا المخططات الاستثماريه دلوقتي الجاهزه للطرح مثلا في الفرامه شرق بورسعيد، وخلصنا المخطط الاستثماري في اسيوط. اسيوط لها مخطط استثماري كبير قوي، فيها اماكن للاقامه لان اسيوط بتفتقر حاليا لاماكن للاقامه، فعملنا اماكن كومباوندات للاقامه بجانب دير المحرة عند طريق المطار. عملنا مناطق خدمات وشوبينج اريا، بحيث ان المواطنين المحليين، احنا بنفكر في كل انواع فرص عمل يدخلوا يشتغلوا كمان، علشان هو مشروع قومي مش مجرد مشروع تاهيل موقع يجي السائح ويمشي وخلاص. احنا عاوزين المجتمع المحلي يستفيد من اللي الدوله بتعمله، وده على فكره بيزود اللويالتي جدا، بيزود الانتماء، علشان المواطن يشعر ان الدوله بتعمل حاجات هو بيستفيد استفاده مباشره ويحافظ عليها ان ده ارث هو يملكه. احنا دايما بنقول ان الاونر شيب او ملكيه المشروع مش لشريحه معينه، ده احنا وصلنا بالاونر شيب دي لان هي للمجتمع الانساني كله. صحيح. خلينا نكمل كلامنا بعد الفاصل، ومسار العائله المقدسه وتصور واضح ويعني لطبيعه المشروع والمستهدف منه نكمل فيه مع حضراتكم بعد الفاصل ان شاء الله. برحب بحضراتكم معانا مرة تانية. المشروع القومي لتطوير مسار العائلة المقدسة اللي بنتكلم فيه وبنفهم تفاصيله وصلنا لحد فين، يعني قربنا على الانتهاء تقريبا على السنة دي، هيكون يعني باشمهندس عادل الجندي طبعا المنسق الوطني للمشروع قال لي 97%، فخلاص باقي رتوش ان شاء الله. وكنت بتكلمنا باشمهندس عادل قبل الفاصل على انه جزء رئيسي كمان في التمويل وفي انه يكون مشروع متكامل ويقدم فرص عمل وكل هذه الامور القطاع الخاص والاستثمارات اللي تكون موجوده فيه. فلو حبينا الاول برضو نفهم يعني طبيعه الاستثمارات واحنا في كل نقطه او في كل محطه اشتغلنا وطورنا ايه، فبالتالي ايه الحاجات اللي هتخدم على ده معانا. تمام. زي ما احنا كنا بنقول، احنا الدوله دايما في اي مشروع استثماري قومي الدوله بتنفق ما يعادل 25% لتمهيد الطريق لدخول، مش هنسميه بقى القطاع الخاص، احنا بنسميه مسمى حقيقي، احنا بنقول شركاء التنميه. شركاء التنميه من القطاع الخاص والجمعيات الاهليه والمواطنين المحليين. هم دول الثلاث درجات اللي الدوله دايما حطاهم قدامها في الاستثمار. ليه؟ لان القطاع الخاص هو القادر على خلق فرص عمل في هذه المواقع للسكان المحليين، ودي عملنا لهم مناطق متاحه للاستثمار زي ما كنت بتكلم على منطقه الفارما، منطقه نبع الحمراء في وادي النطرون، ومنطقه اسيوط. فعلا خلصنا المخططات الاستثماريه بتاعتها دول عشان يعملوا الايكولوجي اللي هي الميجا انفستمنت اللي هي الاستثمارات الثقيله. دول يقدروا يعملوا هذه المنتجعات وهذه مناطق الاقامه والخدمات السياحيه. الان جي اوز او المجتمعات الاهليه الغير هادفه للربح هي دي احنا بنقول دايما انها حلقه الوصل ما بين الحكومه المركزيه وما بين المواطن المحلي، اللي بتعكس احتياجاته هو عاوز ايه، فالدوله تحط هذه الاحتياجات في حسابها عند التخطيط. في نفس الوقت ياخد متطلبات الحكومه المركزيه من المواطنين المحليين، بيبتدوا هم يوصلوها لهم بطريقه ديسنت، بطريقه مفهومه، لانهم من اهل المنطقه. المواطن المحلي جزء من المخططات مهم جدا، يشمل توفير فرص عمل للمواطن المحلي مباشرة، أهل المنطقة، بازارس وهاند كرافتس كلها يكونوا شغالين. صحيح. ما هو ده برضو يخلينا نسأل أهل المنطقة وانتوا شغالين في كل موقع أو منطقة في أي محافظة زرتوها، بيبقى إيه الانطباع عندهم؟ يعني شايفين إزاي الشغل معاكم؟ مساعدين؟ لا يعني احكي لنا في ده. لا، هو السؤال بطريقة مباشرة وصراحة، إحنا أخطأنا في بداية المشروع إن إحنا ضيعنا حوالي 6 شهور عشان نعمل جيسنج، هل هناك توافق مجتمعي حول هذا المشروع ولا لا؟ ده كان خطأ. احنا اكتشفنا ان احنا ضيعنا 6 شهور دول هباء، لان المجتمع بنسيجه الوطني بعيدا عن الشعارات مجتمع متوافق تماما متلاحم ويحترم ويحب كل ما يعبر عنها هويته. المسيحية هوية مصرية، الاسلام هوية مصرية، حتى الدولة طورت المعبد اليهودي في اسكندرية تطوير عالمي لان ده جزء من تاريخ الامة. المواطنين نفسهم يعني برضو اخطأنا، قلنا يا ترى وعي المجتمع المصري مدرك لهذه الحقائق ولا لا؟ لا، هو فاجئنا ان هناك وعي، والعاملين اثناء فتره اعداد المشروع من اكثر من 19 سنوات يدا بيد، والمسلمين يمكن اكثر من المسيحيين في هذه المواقع، ومرحبين، واستقبال الضيوف استقبال بيعبر عن فعلا الواقع المصري، عن هذه الدوله المضيافه اللي انصهرت فيها كل الحضارات والاديان والثقافات، اللي استقبلت انبياء الله زي سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا يوسف، اللي فيها
تجلى الله في أرض في موقع لم يتجلى الله إلا في سانت كاترين. صحيح. الناس أو المصريين مقدرين جدا هذه المشاعر، مقدرين جدا قدسية هذه الأرض مصر المباركة، وبالتالي إحنا لقينا أن فعلا الناس جاهزة، المجتمع كله متضامن. يمكن على فكرة أنا دايما بأشيد بالمشروع ده مش عشان إحنا شغالين فيه، بقول إن ده نموذج إذا تكاتفت كل أجهزة الدولة والمواطنين وشركاء التنمية على هدف بيتحقق، وهذا ما حدث في هذا المشروع. طب أنا كده بقى ما يبقاش المسألة هو مسار متعلق بالحج أو كل هذه التفاصيل حدا شرحناه، لا هي للمسيحيين وللمسلمين، يعني أنه أشوف أماكن مقدسة أعرف حكايتها. ويمكن برضو مش عارفة حضراتكم مثلا في كل نقطة يبقى في معلومات، في بروشور يقول لي والله المكان ده إيه، يعني مثلا ممكن المسيحي عارف بس يعني أني أوسع الدائرة. أصلا هو ده صحيح، لأن أنا كلما كنت بتكلم على أننا كمان توسعنا أو ارتقينا بملكية المشروع للإنسانية، الدليل أيوة. على كده ان مش للمسلمين، مش للمسيحيين، مش للأقباط المصريين بس، ده اصبح ومش لمسيحي العالم، الانسانيه كلها جايه إنسانية. تشوف وتحاكي قصه انسانيه مؤثره اثرت على فكره على جزء كبير من الكره الارضيه، اثرت كتير جدا لولا ان مصر استضافت بامر رباني العائله المقدسه وهي بتهرب من الملك هيرودس الظالم عشان يقتل سيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل، ما انتشرت المسيحيه في العالم. فاحنا بنبعت الرسائل دي كلها، فالانسانيه كلها بتحافظ على هذا المشروع وتحافظ على هذه البلد، وده اللي اكدته اليونسكو. اليونسكو اعلنت المسار على قائمه التراث العالمي اللامادي، واعلن في يناير في هذا العام، في بدايه هذا العام، ودي كانت رساله قويه واعتراف من العالم بمصداقيه الدوله وقدرتها وفعلا ورغبتها على احياء هذا المسار للانسانيه كلها. رابع الهدايا اللي تقدمها مصر للعالم، قناة السويس والمتحف المصري الكبير وحفل المومياوات والكثير من الهدايا، دي هدية فعلا بتحييها مصر تاني للإنسانية. لما نرتقي بالملكية بتاعت المشروع للانترناشنال كوميونيتي زي ما بنقول، المجتمع الدولي كله، تأكد المجتمع الدولي كله بيتضامن على إحياء هذا المسار وإتمامه والمعاونة كمان في نشر هذا الفكر السياحي للوطن كله. وبالتالي احنا علينا ملكيته للعالم كله يحافظ علينا، العالم كله يحافظ على الارث الانساني اللي مصر بتحييه بجهود وطنيه. عشان كده قلنا في بدايه المشروع وحتى الان مفيش جهد دولي خالص اشترك في المشروع، اصرينا ان احنا نعمله بمصريه خالصه خالص. واشاد بيه بابا الفاتيكان في زيارته مرتين، اشاد بيه اوبرا رومانا زراعه الترويج للفاتيكان، والجهود الترويجيه اللي عملتها مصر يمكن بره مصر معروف اكتر. يعني انا طبعا ببقى سعيد لان كلنا مصريين بنزورها في اي وقت نقدر نزورها، لكن فعلا جهود الترويجيه لمصر هي اللي دفعت دول كتيره انها تيجي تزور هذا المسار، واحنا بنتعاون مع كل شركاء التنميه الوطنيين كمان في للترويج لها مع سفراء الدول الاجنبيه المقيمين في مصر من الشرائح المستهدفه. عملنا انا عايزه السوشيال ميديا كمان. السوشيال ميديا احنا في بدايه المشروع بدانا بالتوازي، ما استنيناش واحنا بننفذ ثم نروج. تمام. احنا عارفين المشروع قومي، احنا بنقول عليه اطول محور عمراني يقود قطاع السياحة، فهو محور عمراني فعلا 25 موقع كانوا زمان مجتمعات فقيرة ومهمشة يشوبها العشوائية الشديدة ما فيهاش طرق مؤهلة، فده لازم يستغرق هذا الوقت، لكن تقديرنا للوقت بتاع التنمية ما كانش ممكن نعمل وقت زيه تاني للترويج. فبدأنا من أول يوم من أكتوبر تحديدا 2014. هو أنت لما بتشتغل في أي نقطة يا فندم بتبقى نقطة علاقة بمرافق ببنية كده، ولا كمان الموقع نفسه لو محتاج ترميم محتاج تأهيل نبص عليه؟ يعني ده ممتاز لأن هو أساس الموضوع كده. أنا لو هروح، إحنا المشروع ده نقلنا من فكر تنمية المقصد السياحي اللي هو destination development إلى فكر تنمية الكوريدور العمراني، تبقى متكاملة الموقع والإطار العمراني المحيط، ومش بس كده، والموبيلايزيشن تأهيل المجتمع المحلي للاشتراك في هذا النشاط وللتعامل مع اللي جاي له بعد كده، فهي تنمية شاملة بمعنى الكلمة. وفي نفس الوقت ده أنا بنمي فكر جديد بقى اللي هو المحور السياحي. كان الأول القاهرة الأقصر أسوان شرم الشيخ، دلوقتي بنعمل محور سياحي سيري يقدر ينتقل منه الزائر من نقطة إلى نقطة، يزيد مدة الإقامة، يطيل مدة الإقامة، يزيد الإنفاق هناك لأن اللي يهمنا الريفينيو طبعا، ويحسن التجربة السياحية. التجربة السياحية ما تبقاش زيارة موقع بس، بالمناسبة أي موقع ممكن نزوره في نص ساعة أو ساعة. ما حققناش فايدة، لكن لما الحجيج المسيحي يزور الموقع ثم يتفاعل مع المجتمع المؤهل، ينفق في المجتمع بطريقة مباشرة بالعملة الصعبة في مكان إنتاج المواطن. ليه؟ لأن مش لازم نعمل له مطعم علشان يتغدى فيه مثلا في جبل الطير، قريه جبل الطير اللي اصبحت مؤهله دلوقتي. الايجيبشن كوزين
الجاسترونومي. هم ناس بيحبوا كده اكتر. Exactly. بيحب كده. هي دي ادخل في البيئه المحيطه بالزبط. دي واشوف الناس واتكلم مع الناس دي. بعظم جدا التجربه بياخد الميموريز بتاعته بيتصور مع الناس والمواطن المحلي نفسه بابسط حاجه لكن بطريقه هايجين فيها صحه بطريقه مهذبه. هو بيتدرب على ازاي يعامل السائح كويسة. حتى بيتدرب تدريب بسيط على الكاستمر سيرفيس اللي هو ازاي يخدمه ازاي يقدم الاكل ازاي يحط فوطه نظيفه وعلى قد ايه وبطريقه فيري لوكال. والله لو قعدتهم على الارض هو عاوزين كده. ايوه بقول لحضرتك هو بيطلبوا كده على الحصيره بتاعتنا على الطبليه الموجوده صح. هو بياكل المأكولات المصريه بالظبط. هو عاوز التجربه كده. لكن لو انا عملت له الاكل اللي هو بياكله في بلده او بتاع يبقى ما فيهاش فايده. قلت لي حاجه جميله برضو عملنا تمثال للسيده العذراء السيده مريم ستنا مريم طبعا دير درونكا هم عملوا تمثال ايقونه اسيوط اسيوط دير درونكا في اسيوط حط ايقونه. شوف انا بقول لك عشان كده بقى اعمل لنا كده بروشور او في كل موقع فيه كده تفاصيل في الحكايه للي مش عارف يعرف. ده احنا بدانا كمان نعمل محتوى ترويجي خلاص يعني ده احنا بنسميه وان اوف ذا توبس. المفروض ان احنا بنقول درونكا عملوا تمثال للسيده مريم العذراء كبير جدا يمكن اكبر من السانت فاطمه طوله 9 متر و30 سنتي هو الاكبر في العالم. وبتاعهم قد ايه اصلا؟ حوالي 9 متر. احنا عشان كده عملنا بس ريكوردز. حلو فرقنا برضه خدنا فبالتالي التمثال ده ايقونه عالميه وبعدين مدى حبنا وشغفنا بستنا مريم طبعا ده حاجه طبعًا عند المصريين كلهم طبعًا. فكانت حاجه جميله جدا. مين اللي عمل وتعامل الدير درونكا وهو ده اللي احنا بنقول ان احنا بندفع كل شريك تنموي ان هو يحط الانبوت بتاعته يحط مدخلات اللي يقدر عليها لان ده مشروع قومي مش مشروع مسيحي مش مشروع اسلامي مش مشروع مصري لا ده احنا بنقول ان دي مصر كلنا مع بعض وبالتالي هو ده المشروع تحديدا هي دي الرساله الكبيره اللي احنا بنقدمها. المحتوى الترويجي بقى المتطور جبل الطير عملنا اول محتوى ترويجي بتكنولوجيا عاليه جدا بخاصيه الفيرتشوال رياليتي يمكن السنه اللي فاتت وانا هنا كنت جبت سيره ان احنا هنعمل كذا احنا انتجنا فعلا هذا المنتج بمستوى عالمي تصوير رائع للواقع الموجود. ليه التحدي ده كان قدامنا اذا كناش قادرين نعمله مش هنصور فيرتشوال رياليتي لان هيبين ان الموقع بطبيعته موقع جبل الطير اللي نشوفه مش ممكن نقول ان ده كانت قريه جبل الطير بالتصوير الحقيقي الموجوده فيها بمنظرها على النيل بتطوير ساحه الكنيسه بترميم الكنيسه فروم اي تو زي نعم بالبوتيك اوتيل اللي اتعمل هناك للاليت بمركز الزوار ارايفل بوينت بالفيزيتور سنتر اللي اتعمل كل ده اتصور واتحط للسائح في ابلكيشن يقدر يخش عليه بيحكي تاريخ هذه المنطقه. حاليا الفريق موجود في وادي نطرون بيعمل اربع مواقع اخرين حاليا قارب على الانتهاء. يعني احنا بنبقى سعداء جدا ان العمل لا ينتهي لا يتوقف وان شاء الله مش هينتهي خالص هيفضل مستمر في الترويج. يعني كل الشكر والتحيه لحضرتك ولكل القائمين طبعا على هذا العمل ويعني بنبقى سعداء وفخورين بقد ايه بلدنا جميله وفيها كل المقومات وكل هذا الزخم الحضاري او الانساني بشكل عام. باشمهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمشروع تطوير مسار العائله المقدسه بوزاره السياحه والاثار شرفتنا ونورتنا يا باشمهندس. شكرا بشكرك كل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيب بشكركم شكرا جزيلا نشوفكم بكره ان شاء الله يا رب على كل خير.